يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ما المراد بالوجه هنا؟ هل هو الصفة أم الذات؟ وإذا قيل إنه الذات هل يعد هذا تأويلا؟ هذا مثل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مثل سواء أن الله جل وعلا هو الباقي، وفيه وصفه بالوجه جل وعلا أن له وجها وله يدا وله قدما وله ساقا، هذه نثبتها، وله أصابع، كل هذه نثبتها لله، وله عينان، كل هذا نثبته لله جل وعلا من غير شك ولا ريب، ولا يكون عندنا في هذا حرج، لأن هذا وارد عن الله ورسوله فنؤمن به. نعم. ولا يدخل في بالك أن هذه مثل صفات المخلوقين أبدا، هذه صفات الخالق جل وعلا. نعم.